حضراتكم تتفرجوا على وتسمعوا وتشوفوا وتتأكدوا بنفسكم من آراء المواطنين في مختلف المحافظات، ليست فقط في القاهرة، عن مخرجات المؤتمر الاقتصادي، عن القرارات الحمائية الأخيرة اللي رايحة للمواطن بتاعنا العادي، الفئات الأولى بالرعاية. بعدها بقى نبقى نرجع نكمل الكلام. فيما لفت نظر يعني وفي في 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 خطاب الرئيس التوسع في تصنيع الوحدة المحلية المتحركة للسكك الحديد والجر الكهربائي وقطع غيارها، يعني ده كله بيحس على خلق قاعدة صناعية يمكن الاعتماد عليها لتوفير العملة الصعبة، وأيضا اشتراك القطاع الخاص المصري والأجنبي في إدارة تشغيل كافة المرافق النقل. يعني حس عليها برضو النقطة دي أنه عايز يعمل اشتراك أجنبي واشتراك مصري تمام لتشغيل كافة طرق النقل. طبعا بالنسبة للمؤتمر الاقتصادي ده في حد ذاته حاجة كويسة جدا، وإحنا طبعا بنشكر سيادة الرئيس على المؤتمر ده في ظل طبعا توصيات اللي هو وصاها. احنا كنا متابعين للمؤتمر الاقتصادي، فعالياته وورش عمله وجلساته النقاشيه مع فخامه الرئيس، وحابب كمان بنتكلم على الجلسه الختاميه، وان فخامه الرئيس كلمته كمان كانت بمثابه يعني رسائل دعم للاقتصاد المصري ولرسم خريطه الطريق وتوجيه سيادته بان يكون في مؤتمر اقتصادي سنوي، يعد ذلك يعني اعتبارا للتنميه الاقتصاديه لمصر ان شاء الله. في الحقيقه اللي احنا بنعيشه دلوقتي هو ثمرة من ثمار الجهد اللي بيبذله الرئيس من أجل راحة الشعب ومن أجل حياة كريمة في الريف، وإحنا شايفين هو الرعاية الطبية ومركز الشباب ومجمع الخدمات، قرارات كلها لصالح المواطن المصري، وبنشكره وبنشكر سيادة الرئيس على كل ما بيقدمه وكل ما بيقوم به من مشروعات اقتصادية. اقتصادي امبارح كان انجاز عظيم جدا جدا جدا، وناقش قضايا اجتماعية مهمة جدا، ففعلا المظلة الحكومية الاجتماعية والقضايا اللي اتكلم عليها الرئيس والتوصيات بتاعته، فدي ان شاء الله يكون لها اثر كبير. ان شاء الله احنا كلنا كمجتمعات مدني او المجتمع ككل المفروض كلنا نساهم مع بعض ان احنا نحقق نشتغل على التوصيات اللي طلعت من المؤتمر. مؤتمر اقتصادي بعد ما شفنا كلمة الرئيس في الافتتاح، طبعا المؤتمر ده هيكون ليه مردود على السنوات البعيدة إن شاء الله والسنوات القادمة. والمنتدى الاقتصادي ده بيعبر عن رؤية مصر 2030 في المستقبل. المؤتمر الاقتصادي طبعا أحد المؤتمرات الهامة جدا اللي تم تنفيذها في جمهورية مصر العربية، واللي كان منها مؤتمر الشباب، وفي كمان شوية قدام بإذن الله في شهر نوفمبر في مؤتمر المناخ. اتكلم سيادة الرئيس في الجلسة الافتتاحية أو الجلسة الختامية على مجموعة من القرارات، وكمان مجموعة من الإصلاحات اللي تمت ومجموعة من الإسهامات والإجراءات اللي تم اتخاذها من الدولة المصرية عشان المساعدة في عملية الاقتصاد وعملية وزيادة عملية الاستثمارات، واللي منها مثلا على سبيل المثال موضوع التيار الكهربي اللي هو ممكن يتم الدعم بنكي، تجهيز بعض الأماكن بالبنية التحتية لتوفير الأماكن أو توفير المساحات للمستثمرين لإنشاء الاستثمارات أو المشاريع بتاعتهم، وهكذا. يعني في إجراءات كتير بتتم في الدولة المصرية عشان يتم رفع عملية الاقتصاد أو دعم الاقتصاد أو مواجهة الأزمة الاقتصادية اللي بتتم سواء كانت عالميا أو داخليا. هو كل القرارات بتاعت سيادة الرئيس كلها صائبة، والوصول يعني أن الناس تقف معاه وتسنده عشان نعدي المرحلة اللي جاية، مش أن نقف ضده، لأن هو وجوده هو وجود مصر معاه. طبعا توجيهات جيدة جدا، والسيد الرئيس عرض كل الموقف الاقتصادي والسياسي والاجتماعي اللي كان موجود طوال الفترة اللي فاتت، مش من أول الثورة بس، لكن من قبل كده كمان، يمكن من 60-70 سنة اللي فاتوا. We'll be right back.
الشرع المصري دي عجبتني. ليه؟ اقولك في ناس طول الوقت يا ساده كرام بتحب تعين نفسها متحدث باسم الشعب والجماهير، وفي ناس تحب طول الوقت تعين نفسها باعتبارها العالم ببواطن الأمور ولسان حال المواطن ويتحدث عن أوجاعه وما يقلقه. وبالمناسبة هو مفيش مشكلة على الإطلاق إن أنت كده إنك تحس بحال المواطن أو أوجاعه أو قلقه أو توتره أو معاناته، بس بجد تبقى حاسس بده. يعني مش بقولك انت تختبره بشكل شخصي، لكن تبقى بجد عارف ايه اللي بيقلق الناس، تبقى بجد عارف اللي بيضايق الناس، تبقى بجد عارف اللي شاغل بال الناس، لكن ما تعينش نفسك قيم عليه او ان انت عارف احسن منه.